بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف هذا العرض ستكون إن شاء الله بداية من What is the difference between cleaning, disinfection and sterilization? Methods of sterilization, steam sterilizer testing, the requirements for safe sterile storage considerations, sterile transportation, CSSD electronic tracking system and finally environmental cleaning methods. Sterilization of reusable medical devices. يجب التأكيد على معرفة الفرق ما بين cleaning, disinfection و sterilization. نبدأ بتعريف للcleaning is the removal of visible soils التي ترى بالعين المجردة من على reusable medical device وتتم خطوة cleaning manually or mechanically عن طريق استخدام water with a special detergent or enzymatic product. في أسفل هذه الشريحة تعليق جدا مهم عن الكلينينج. Cleaning is always the first and most essential step before any process of disinfection or sterilization can be carried out. دائما تتم عملية الكلينينج كخطوة أولى أساسية قبل الانتقال إلى sterilization أو disinfection حسب manufacturer instruction. طيب مثلا عندي reusable medical device. هذا reusable medical device حسب manufacturer instruction نعمل له sterilization. لا نستطيع الانتقال إلى مرحلة sterilization مباشرة من غير ما يمر قبلها على خطوة أولى أساسية وهي cleaning. حتى لو كان brand new، حتى لو كان جديد، لازم cleaning ومن بعدها ننتقل إلى ومن بعدها نكمل process إلى sterilization. ننتقل الآن إلى disinfection والsterilization. بالنسبة للdisinfection هو the destruction of nearly all pathogenic microorganisms except spores، ما عدا spores. طب إيش فرق عن sterilization؟ Sterilization is the elimination وعملية نزل of all diseases producing microorganisms including bacterial spores. إذا disinfection لا يعمل destruction للbacterial spores ولكن sterilization يعمل elimination للbacterial spores. في هنا أيضا تعليق على sterilization جدا مهم أن البرايونز المريض الأدوات الطبية المستخدمة على مريض في برايونز لا نستطيع أن نعمل الروتين sterilization. Prions are not susceptible to routine sterilization. يعملونها حرق وما إلى ذلك. لا نستقبلها أو لا ترسل إلينا في قسم التعقيم الطبي. Manufacturer's instruction for use. IFU. Manufacturer instruction يجب أن يكون موجود لدينا في قسم التعقيم الطبي لكل reusable medical device حتى نعمل له processing بالطريقة الصحيحة المناسبة. manufacturing instruction اللي هي تعليمات المكان المصنع لهذا reusable medical device. يتضمن الانستركشن فيها أو التعليمات هذه تتضمن disassembly, cleaning, assembly, disinfection and sterilization. كل هذه التعليمات تكون موجودة. على سبيل المثال أرفقت صورة هنا لخطوة الكلينينج لهذا reusable medical device. اللي نلاحظ هنا أنه موجود لنا إرفاق بالصور، موجود في الخطوات بشكل دقيق ومرقمة بشكل مرتب لقسم التعقيم الطبي. أيضا هنا الآن سنبدأ بالمحور الأول لهذا العرض وهو sterilization area. sterilization packaging material. في قسم التعقيم الطبي يوجد أنواع مخصصة مصنوعة لقسم التعقيم الطبي من packaging materials وتنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من اليسار يوجد container، النوع الثاني wrapping material والثالث pouches. طب لو تساءلت ما هو الهدف من استخدام الباكجينج ماتيريالز في قسم التعقيم الطبي؟ لسببين أو لهدفين. الهدف الأول أثناء عملية التعقيم الباكجينج ماتيريالز يسمح للسيرلنت أو المادة المعقمة أن تدخل داخل الباكجينج ماتيريالز تصل إلى الانسترومنت أو الريوزابل ميديكال ديفايسز حتى تتم عملية التعقيم. أما السبب الثاني هو بعد عملية التعقيم
to maintain the sterility حتى تحافظ على الايتيمز مو معقبة حتى تصل إلى نقطة الاستخدام أو مثلا غرف العمليات وتكون آمنة للاستخدام على المريض. أيضا مهم أني أنا أعرف كومنت على السريع أن نوع الباكجينج ماتيريالز المستخدم يكون حسب ما هو ريكومندد في المانيفاكتشر انستركشن، أيضا حسب عملية التعقيم اللي أنا بتبعها. خلنا ناخذ يعني بمشي على السريع من كل نوع من هذه الانواع. مثلا ريجيد كونتينر في فيها اول شيء بلو لوك. هذا البلو لوك لما اسكره انا قبل عمليه التعقيم ويدخل في الاستريليزيشن خلاص ما تنفتح مره ثانيه الا بالاو ار، الاو ار روم. طيب بالنسبه للبلو لوك هذا إذا انفتح الكونتينر ينكسر، ولما ينكسر ما يرجع يتسكر مرة ثانية. وبالتالي إذا كنت أنا في مثلاً ستورج قبل ما ينتقل الباكجينج ماتيريال ريجيد كونتينر إلى الأو آر وشفت البلو لوك مفتوح، هذا يعني أن الانسترومنت الموجودة في داخل الريجيد كونتينر لا تعتبر ستيرل وهي غير آمنة للاستخدام على المريض، وبالتالي ترجع لي القسم التعقيم الطبي ويعملها ريبروسيسنج. الشكل الثاني في الرجل الكونتينر للتأكد من أن هذا الرجل الكونتينر آمن للاستخدام هو الفلتر. الشيء الثالث الاكسترنال انديكيتور التيب بيكون بروسيسد. نفس الكلام ينطبق على الرابينج ماتيريال والباوتشز. بالنسبة للباوتش في عندي نوعين، سيلولوزيك ونون سيلولوزيك. سيلولوزيك اللي هو يستخدم في الستيم سيريلايزيشن، وبالنسبة لتايفيك اللي هو النوع الثاني ويستخدم في لو تمبريتشر سيريلايزيشن مع الكيميكلز على سبيل المثال هيدروجين بيروكسيد. ميثود اوف سيريلايزيشن او طرق التعقيم الطبي تنقسم الى قسمين. القسم الاول هو الهاي تمبريتشر سيريلايزيشن، يكون اما دراي هيت او ستيم سيريلايزر، ولكن الغالب الان المستخدم هو ستيم سيريلايزيشن. النوع الثاني هو اللو تمبريتشر سيريلايزيشن او الكيميكال سيريلايزيشن. طب كيف اقدر احدد طريقه السيريلايزيشن اللي انا بسويها للريوزابل ميديكال ديفايس؟ فولوينج ذا ريكومندد ميثود اوف سيريلايزيشن باي manufacturer instruction. If we must use the method of sterilization according what is recommended by the IFU, the manufacturer's instruction. نتكلم أولا عن high temperature sterilization، التعقيم بدرجة الحرارة العالية، and specifically steam sterilizer. عالميا يفضل استخدام steam sterilization لعدة أسباب. الأولى هي أن fast سريع، الثاني efficient فعال، وأيضا تكلفة الستيم ستيريلايزيشن نسبيا لا تعتبر عالية، وذلك بسبب استخدام الستيرلنت يكون ستيم. طب ما هو الستيم؟ الستيم المستخدم في عملية التعقيم هو ساتوريتد ستيم، يعني ثابت، that contains the maximum amount of water vapor. لاحظوا water vapor يعني يكون دائما في الحالة الغازية، دائما بخار الماء، ما يكون ابدا في الحاله السائله، دائما بخار الماء هو الستيم، بخار الماء، ويكون عند درجه حراره وضغط معينه ثابتين طول عمليه الاستريليزيشن. بالنسبه للستيم تحت ضغط معين ديفايس تكون كويكلي اند افيشنتلي سيريلايزيشن. وبالنسبه ايضا للستيم سيريلايزيشن سايكل هاف 3 بارامترز. دائما اذا بنسوي Steam Sterilization Cycle حط بعين الاعتبار ثلاثة نقاط أساسية. الأولى أن Steam يكون Saturated ثابت Under Pressure في ضغط تحت ضغط معين، ووقت التعقيم Time في Sterilization، والنقطة الثالثة هو درجة الحرارة Temperature. على هذا الأساس يتم تحديد السايكل اللي أنا بستخدمها لتعقيم Reusable Medical Devices. There are two
basic cycles يتم استخدامها في high temperature sterilization و steam sterilizer two basic cycles. قبل ما أتعرف عليها ودي أقول أجزاء مهمة موجودة في المشين. الجزء الأول هنا بالصورة اللي فيها السيدة اللي هو يسمى بالتشامبر. التشامبر هو الغرفة اللي أنا أدخل فيها الباكت ماتيريالز عشان يصير لها sterilization، وأيضا بعد التعقيم أسوي unloading من نفس التشامبر. تشامبر هذه التشامبر من الداخل بذكر فيها جزئين. الجزء الأول اللي هو في الأعلى هو الستيم انترنس، هنا يدخل فيه الستيم المادة المعقمة، والجزء الثاني يسمى الدرين واللي هو الجزء الذي يخرج منه الاير وأيضا يخرج منه الستيم. طيب الآن نعود إلى two basic cycles. لنتفكر بداية بعد إغلاق باب جهاز التعقيم ماذا يحدث للاير للهواء في داخل التشامبر. حتى تتم عملية التعقيم الهواء داخل التشامبر وداخل اللود has to be removed، لازم أسوي removing للاير علشان يدخل الستيم وسوي تعقيم. طيب حتى لا يعيق الاير أو الهواء في عملية التعقيم. طيب كيف يتم ذلك؟ حسب السايكل المستخدمة يتم إخراج الهواء من التشامبر ويتم إخراج الهواء بطريقتين. الطريقة الأولى للجرافيتي displacement، والطريقة الثانية هي الميكانيكال اسيستنس أو البري فاكيوم سايكل وهو الدايناميك اير ريموفل. طب بالنسبة للجرافيتي سايكل يدخل الستيم داخل التشامبر ويطفو داخلها، طبعا الستيم درجة حرارته أعلى وما إلى ذلك. يستخدم هذا الستيم في إزاحة الهواء، وحرفيا يتم اللي يحصل بداخل التشامبر أن الستيم يدخل من فوق ويدفع الهواء إلى خارج التشامبر من خلال الدرين. ومن بعدها لما يصير تقريبا كل الهواء مفرغ من التشامبر واللي موجود عند الستيم تبدأ عملية التعقيم. النوع الثاني اللي هو البري فاكيوم سايكل is almost كل الاير اللي يكون موجود بالتشامبر completely evacuated from the chamber قبل ما يحصل عملية التعقيم أو قبل ما يدخل sterilizing steam إلى التشامبر. يتم فيها تفريغ الهواء عن طريق pump أو steam ejector system، وتتم هذه العملية خلال pre-conditioning phase and barrier to sterilizing، يعني في خطوة من الخطوات في المشين اللي هي pre-conditioning قبل ما تتم عملية sterilization. هنا يتم removing أو يسوي evacuation لكل الهواء الموجود ثم يدخل الستيم عندي. أيضا في اختلاف آخر بالنسبة للpre-vacuum والgravity cycle اللي هو درجات الحرارة. فمثلا البري فاكيوم أو البري فاك يسمونه يكون درجة حرارته ما بين 132 سلسيوس أو درجة مئوية إلى 135 درجة مئوية تقريبا. أما بالنسبة للجرافيتي سايكل يكون في درجة حرارة 121 درجة مئوية أو أكثر. معلومة أخيرة عن الهاي تمبرتشر ستيريلايزيشن بأنه تسمى أجهزة التعقيم التي تستخدم الستيم تحت ضغط بالأوتوكلاب، تسمى بالأوتوكلاب أوتوكلاب. الآن ننتقل إلى النوع الآخر من الميثودز أوف ستيريلايزيشن لو تمبرتشر ستيريلايزيشن أو ما يسمى أيضا بالكيميكال ستيريلايزيشن. وسبب هذه التسمية أنه يستخدم مواد كيميائية لعملية التعقيم. النوع الأول إيثيلين أوكسايد أو اختصاره ETOH or ETO. هذا النوع لم يعد يستخدم بسبب المخاطر التي يسببها على فني التعقيم الطبي. النوع الثاني هيدروجين بيروكسايد غاز بلازما H2O2، والنوع الثالث هو بابرايز هيدروجين بيروكسايد VH2O2. هالنوعين هم الأكثر شيوعا بالاستخدام على عكس النوع الأخير اللي هو أوزون ستيريلايزيشن O3. لو تساءلت بالنسبة للهاي تمبرتشر ستيريلايزيشن، كما ذكرنا سابقا أن من مميزاته أنه سريع fast efficient وأيضا relatively inexpensive، ما في تكلفة عالية حتى نعمل sterilization. طب ليش لجأنا إلى low temperature sterilization؟ Why do we need to use low temperature sterilization؟
السبب الأول هو أن الـ reusable medical device قد يكون heat sensitive، لا يتحمل درجة الحرارة العالية الموجودة في high temperature sterilization، وبالتالي نلجأ إلى الطريقة الأخرى وهي low temperature sterilization chemical sterilization. السبب الثاني أن الـ reusable medical device يكون must be sterile. إيش يعني must be sterile؟ يعني حسب Spalding classification هو critical، وبالتالي لازم نسوي له sterilization، وبنفس الوقت هو heat sensitive. ما هو الحل؟ heat sensitive critical. الحل هو اللجوء إلى low temperature sterilization. طبعا تحديد الميثود of sterilization المناسبة لـ any reusable medical device نجدها في المانيفاكتشر instruction بالـ IFU. All what you are looking for بيكون بالمانيفاكتشر instruction. قسم التعقيم الطبي بكل خطواته، بداية من decontamination area وصولا للـ sterile storage، متطلبات وأساسيات تساعد في أن المريض سيكون بأمان والعاملين الصحيين حتى نثبت فيها جودة العمل، ومنها مثلا record keeping. هذه الأساسيات تؤول إلى الهدف الرئيسي أو الأساسي في قسم التعقيم الطبي بما يسمى بال level of quality assurance، وهو وجود 0% من الأخطاء 0% of error. طب لو سألنا نفسنا how to make sure that each and every surgical instrument and set is safe to use on patient، الإجابة ستكون monitoring، المراقبة. طبعا المراقبة لها أقسام عدة وكثيرة، الأقسمين الأساسيين فيها هم Visual Monitoring و Recorded Monitoring. بالنسبة نأخذ مثال على Recorded Monitoring. Recorded Monitoring مثل Monitoring of Environment. Environment لMonitoring هذه مثلا تكون في كل Area من الأريز في قسم التعقيم الطبي، نشيك فيها بشكل دوري Temperature، Humidity، Air Exchange Per Hour، وأيضا Air Pressure، للتأكد بأن البيئة العمل مناسبة للعاملين الموجودين عندي أو الموظفين في قسم التعقيم الطبي، وأيضا مناسبة للحفاظ على سلامة الانسترومنتس الموجودة. طب النوع الثاني مثلا Visual Monitoring، تأكد من أن كل من يدخل مثلا قسم التعقيم الطبي يلبس Personal Protective Equipment PPEs، وأيضا الزوار اللي يدخلوا قسم التعقيم الطبي مثل مهندسين الصيانة، مندوبين الشركات، غير البي بي إيز في عندي التأكد من أن الكل يعمل هاند هايجين، يؤدون العمل بالطريقة الصحيحة. بهذا مثالين فقط، يوجد أمثلة عديدة وكثيرة في كل خطوة من خطوات التعقيم الطبي. بشكل عام جودة العمل تعتمد بشكل كبير على الفريق كاملا، كل موظفين التعقيم الطبي أو العمل الجماعي team work، حيث أن كل فرد في قسم التعقيم هو جزء من مهم من أجزاء في المساعدة التي تسهم في المساعدة من التأكد بجودة العمل ووجود حلول لتكوين بيئة مناسبة للعمل، وأيضا وجود أو الحصول على نتيجة جيدة بجودة ممتازة خالية من الأخطاء. أيضا في اختبارات أو تيست نعمل من خلالها مونيترينج لعمل الأجهزة وكثير من الخطوات. هذه تيست must be performed in the machine، وتكون هذه تيست daily أو at least weekly حتى نتأكد من جودة عمل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى أن مثلا الباكت ماتيريال أو الانسترومنت اللي سوينا لها تعقيم تكون لها أيضا تشييك. مثلا في عندي باكت ماتيريال سوينا لها sterilization، بعد ما تطلع من sterilizer ويتشيك كمان هذه monitoring، ويتشيك الاكسترنال indicator والتيبل اللي موجود فيها. بعد كذا في غرفة العمليات هذه سيكون الانترنال indicator عشان سيكون ان هذه الباكت ماتيريال او الانسترومنت حصل لها sterilization. so monitoring موجود عندي في كل الخطوات. الآن سوف نتكلم بتفصيل أكبر عن Test and Monitoring في قسم التعقيم الطبي. النوع الأول Physical Monitoring الفيزيائي، النوع الثاني Biological والحيوي، والنوع الثالث Chemical Test. سنأخذ كل واحد منهم على حدة.
بالنسبة للفيزيكال مونيتورينج، النوع الأول فيها هو البرنت أوت. البرنت أوت ممكن ألقاه في الكارت واشر، في الواشر ديسنفكتر، في الاستريليزيشن ماشين، ولكن تركيزي في هذا العرض بيكون على الاستريليزيشن ماشين، سوف نتكلم عنها بتفصيل. بالنسبة للبرنت أوت، هو أول خطوة أقدر من خلالها أشيك أو أعمل مونيتورينج أن هذا الاستريليزيشن بروسيس تمت بشكل صحيح أو حصل فيها فيلير أو مشكلة، ومن بعدها أبدأ الريكول. بالنسبة للبرنت أوت أيضا يتم فيه تشييك عدة بارامترز: time, temperature, saturated steam, pressure record, digital print out and gauges اللي فيه اللي هو من خلالها يكون فيه البريشر، وتكون كلها حسب المانيفاكتشر انستركشن. يتم فيها التأكد ان هل البارامترز هذه كانت صحيحة حسب اللود والسايكل اللي انا ابغاها، او في خطأ معين حصل. نتكلم عن البرنت اوت، متى اقدر اشيكه؟ كما ذكرت ان البرنت اوت هو الخطوة الاولى اللي انا اقدر اسوي من خلالها مونيتورينج. اول ما يصير السايكل كومبليتد اسوي كراك للدور اوف الاستريلايزر ماشين، then after that بشيك البرنت اوت وشيك البارامترز الموجودة فيه. طب الان انا قدامي برنت اوت، كيف اقدر اشيكها وكيف اقدر احدد ما اذا كان البرنت اوت او اللي انا احتاجه موجود بشكل صحيح او في خطأ معين حصل؟ أول نقطة أشيك إذا السايكل اللي أنا حددتها أو اللي موجودة هي صحيحة أو خطأ. Pre-vac cycle for example هنا اللي هي pre-vacuum cycle. ثم بعد ذلك أنتقل لهنا النقاط المحددة أو الحروف. أول حرف ألاحظ حرف السي. ما هو حرف السي وإيش يحصل فيه؟ حرف السي هو conditioning phase، ويتم خلال conditioning phase air removing from the chamber، ويتم بطريقتين: dynamic air removal type steam sterilizer اللي هو النوع الأول، والنوع الثاني اللي هو gravity cycle. بالنسبة للبريفاك يتم بالنوع الأول هو dynamic air removal type steam sterilizer عن طريق باستخدام vacuum system نظام تفريغ، أو أيضا باستخدام سلسلة من steam flush and pressure baths. أما بالنسبة للجرافيتي سايكل كما ذكرت سابقا، اللي يحصل إن الستيم يعمل إزاحة حرفيا للأير، ويخرج الأير من خلال الدرين اللي موجود في أسفل التشامبر. الآن بنتقل للحرف الثاني اللي هو حرف الأس اللي موجود هنا. ما هو الأس؟ هو exposure phase. هنا يتم عملية التعقيم. بعد إخراج الهواء في الخطوة الأولى اللي هي conditioning phase، هنا بالexposure phase حرف الأس يتم إغلاق الدرين، ويستمر الستيم بالدخول إلى التشامبر، فبشكل سريع يتم زيادة الضغط وزيادة درجة الحرارة temperature إلى أن يصل إلى مستوى محدد مسبقا. هنا تدخل السايكل في مرحلة تعريض الايتمز إلى ستيم عند درجة حرارة وضغط معين في زمن محدد أيضا لتعقيم الأدوات. الآن ننتقل إلى حرف الـ E اللي هو النقطة الأخيرة، ومن خلالها يتم تفريغ الستيم. طب ماذا يعني حرف الـ E؟ هو الـ Exhaust Phase. في هذه الخطوة من السايكل يتم التفريغ، والتفريغ يتم من خلال الدرين الموجود في أسفل التشامبر مثل ما ذكرنا سابقا، ومن خلال الدرين يتم إخراج الستيم. هنا يقل الضغط في التشامبر ويتم السماح لللود بأنه يحصل له تجفيف. الآن تأكدت من البارامترز اللي أحتاجها، تأكدت من كل هذه النقاط، أرجع لي هنا تشييك سريع، وبعد ذلك لازم بالنسبة للريكورد كيبينج أروح للبرنت أوت وأحط توقيعي بإني أنا فلان تأكدت من هذا البرنت أوت بأنه تم بشكل سليم وساكل كومبليتد، نقدر ننتقل من بعدها إلى ساكل أخرى.
النوع الثاني من الفيزيكال مونيتورينج هو documentation and record keeping. بالنسبة للdocumentation تتم بطريقتين، إما manually تكتب باليد أو printing an informative adhesive card من التراكينج سيستم. طيب ما هي المعلومات المفروض يتضمنها هذه الريكوردز؟ عندي cycle parameters, test results, loaded items and quantity, sterilizer cycle and load number, و finally date and of sterilization. هذا مثال عليها Steam Sterilizer Daily Load Record، نأخذها بصورة أوضح وأكبر الآن. النوع الثاني من التست and monitoring والبيولوجيكال تست. البيولوجيكال تست ممكن استخدامه في الهاي and low temperature sterilization، وهو أحد أهم sterilizer monitors في قسم التعقيم الطبي للفنيين. طيب كيف يكون البيولوجيكال تيست؟ ما هو البيولوجيكال تيست؟ البيولوجيكال تيست يكون في أمبولات كما هو موضح هنا، وتحتوي على شريط ورقي paper strips مشربة أو مغموسة مع كمية محددة من البكتيريا spores الجراثيم البكتيرية، وأيضا تحتوي هذه الأمبولات على مادة سائلة لنموها، تسمى هذه المادة بالgrowth media. هذه الميديا توفر مصدر لأي بكتيريا تبقى عايشة بعد عملية التعقيم، وبالتالي تسمح لها بالنمو، والتي ستساعد على تحديدها أو الكشف عنها بعد عملية التعقيم. طيب ما نوع البكتيريا سبورس اللي ممكن تكون في هذه الأمبولات؟ نوعها يختلف حسب الميثود of sterilization المستخدمة، حيث تكون هذه البكتيريا سبورس الأكثر مقاومة لعملية التعقيم المحددة، وبالتالي نختبر من خلالها عملية التعقيم. إذا قتلت هذه البكتيريا سبورس، وبالتالي اللي هو الأكثر مقاومة لعملية التعقيم هذه، صعب يموت فيها إذا قتلتها، وبالتالي تقدر أي نوع من أنواع البكتيريا الثانية اللي ممكن تكون موجودة في الريوزابل ميديكال ديفايس أو في الباكس اللي موجودة في اللود، قد تم تعقيمها بنجاح. إذا كانت كل الظروف ملائمة لقتل السبورس في هذا الجهاز، وبالتالي كل الايتمز الموجودة تم تعقيمها بنجاح، والتي سيتم الكشف عنها يتم كشف عنها في جهاز يسمى بالإنكيبيتر حسب المانيفاكتشر انستركشن. هذه الأمبولات اللي تدخل في عملية التعقيم تسمى بالتست فايل، وتكون في BCD. الآن بشرحها. هذه التست فايلز هي الفايلز التي أو البيولوجيكال إنديكيتور، اللي تسمى يختصرونها أيضا BI، هي اللي تدخل في عملية التعقيم. يتم مقارنتها في إنكيبيتر مع كنترول فايل، والتي لا تدخل في عملية التعقيم. إذا تست تدخل في عملية التعقيم، نقارنها في فايل أخرى لا تدخل في عملية التعقيم. لعملية التعقيم الناجحة متوقع أن في الإنكيبيتر يكون نتيجة التست فايل سلبية ونتيجة الكنترول فايل إيجابية. تمام؟ يوجد شرط مهم للتست فايل والكنترول فايل حتى يتم مقارنتهم في بعض، يجب أن يحتووا كل التو فايلز على نفس اللوت نمبر. مثال على البكتيريا السبورس اللي ممكن تكون موجودة داخل هذه الفايلز: جيوباسيلس تيوثيرموفيلس. كل هذه المعلومات يتم عمل دوكيومنتيشن لها، وحسب سياسة وزارة الصحة يتم الاحتفاظ فيها لمدة سنة كاملة. نرجع الآن إلى BCD. ذكرت أن BCD Process Challenge Device اللي يدخل في عملية التعقيم، هذا هو شكله، يدخل كما هو مغلق، وبعد عملية التعقيم نفكه وندخله في الإنكيبيتر. طبعا الطريقة تكون حسب المانيفاكتور انستركشن. BCD أو Process Challenge Device مصمم لتحدي ظروف sterilization cycle. ممكن تكون إما محضرة من نفس المصنع بهذه الطريقة، أو يتم تحضيرها في المنشأة الصحية. طبعا هذه محضرة من المصنع، يكون في داخلها BI file biological indicator، ممكن أيضا تحتوي على integrator معها. بالنسبة لمعلومة سريعة اللي ممكن يتم تحضيرها في المنشأة الصحية، حسب الأمي تكون في يجيبون 16 towels. طيب
والستين تاولز ما بين الثامنة والتاسعة يضعون الفايل تبع البيولوجيكال انديكيتر هذه، وممكن كمان الانتجريتر. الآن هذه البي سي دي تعتبر محاكاة لهذه الطريقة، وتكون جاهزة لنا بهذا الشكل. طيب ما هو بروتوكول استخدام البي سي دي؟ يتم التعامل معها مثل الباكس الأخرى، بحيث نضع عليها ليبل أو اللي يسمى الستام في اللود نمبر ومعلومات الاسترلايزر اللي دخلت فيها، وأيضا مهم أن تكون هذه المعلومات قبل عملية التعقيم، وموضوعها يكون بالتشامبر حسب المانيفاكتشر انستركشن، ونشغل السايكل وبعد عملية التعقيم يتم اختباره. هذا هو أحد أشكال الانكوبيترز المستخدمة في قسم التعقيم الطبي للبيولوجيكال انديكيتر بي اي، ويتم استخدامه حسب المانيفاكتشر انستركشن دائما. طيب نقرأ المعلومات هذه اللي قلناها على السريع. To indicate if the spores present after the sterilization process, نستخدم الـ biological indicator. It's important to follow the BI manufacturer, always following the manufacturer, اللي هو الـ IFU. Incubation result is very important for recall if positive. إذا كانت test viable positive، الآن يعني هنا في مشكلة في عملية التعقيم وبالتالي نعمل recall. Control vial should have same lot number of test vial. لازم يحتوون على نفس lot number. طيب يكون موضح على كل vial. Documentation for one year is mandatory أساسي حسب وزارة الصحة أو سياسات وزارة الصحة. النوع الثالث والأخير للتست and monitoring اللي هو الكيميكال تست. ينقسم الكيميكال تست إلى 6 أنواع from type 1 to type 6. بتكلم عن كل واحد منهم حسب الأيمي اللي هي الـ Association for the Advancement of Medical Instrumentation. نبدأ بـ Type 1 اللي هو Process Indicator used to show that the bag has been processed or not. اللي هو التيب. التيب اللي هو اللي يسمى أيضا بالـ External Indicator، يكون بشكل خارجي للباك ايتم. يعني مثلا انا عندي يعني ست وسوينا لها رابنج بسبيل المثال، اروح وسكرها في تيب، والتيب بيكون فيه هذه العلامات الخضراء. بعد الاستريلايزيشن بيتحول اللون الى اسود، وبالتالي اقدر اعرف ان هذا يعني بنظرة اولى بس ان الايتم هذا استرد او انه مر استرل وانه مر في عملية تعقيم. طبعا ما مو شرط هذا الشكل، بس حسب المانيفاكتشر انستركشن لازم ارجع له عشان اقدر احدد من خلاله اذا التيب هذا بروسيس ولا ان بروسيس. النوع الثاني هو type 2 indicators for use in a specific test مثل البويدك. البويدك على سبيل المثال هو test to check what to check of proper air removal من ال pre-vacuum test sterilizer. نتكلم عنه إن شاء الله في الشرايح الجاية بشكل أوضح. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو type 3 single variable indicator react single يعني واحد فقط، وبالتالي it will react one of the critical sterilization time or temperature، بس variable واحد متغير واحد. الآن type 4 اللي هو multi variable indicators. قبل شوي كان في type 3 كان single variable only متغير واحد، أما type 4 هو multi variable indicators which will react with two or more of a critical sterilization variables مثل time and temperature. ننتقل للtype 5 of the chemical test is integrating indicator أو ما يسمى بالintegrator to react with all critical sterilization variables all okay مثل time, temperature and the presence of moisture. بالنسبة لtype 5 indicator أو الintegrator بيذكر أيضا أنه equal in performance to the biological indicator، ولكن it does not replace the routine of biologic monitoring. أما النوع السادس والأخير من الكيميكال تيست هو التايب 6 أوكي، اللي هو هذا الانديكيتر يعمل لمحاكاة all critical sterilization variables حسب
أو for specific sterilization cycle. هذا هو توضيح للكيميكال تيست تايب 1 اللي هو الاكسترنال انديكيتور. اكسترنال يعني خارجي، طيب مؤشر خارجي اللي هو التيب، نقدر نحدد فيه ما اذا كان الباك ايتم هذا عندنا بروسس ولا ان بروسس. It will help to differentiate between process and process load. كذا كنظرة أولى أقدر أحدد فيها مبدئيا فقط أن هذا الباك ايتم حصل له sterilization أو لا عن طريق تغير اللون. طبعا نقدر نعرفه زي ما قلنا حسب المانيفاكتور انستركشن. يختلف التيب حسب الميثود اوف sterilization المستخدمة. مثلا إذا كان steam sterilization يكون له cellulosic، وإذا كان في الـ low temperature sterilization اللي هو الكيميكال sterilization يكون non cellulosic. تمام، مثل نفس اللي يحصل في الباوتشز، الباوتش اللي يكون في steam sterilization بالباوتش العادي cellulosic، أما cellulosic paper أنا قصدي، أو أما في low temperature sterilization أو الكيميكال sterilization اللي هو Tyvek which is non cellulosic paper. هذه هي الـ external indicator tape for steam sterilization. شوفوا كيف كان before وبعد ما حصلنا عملية تعقيم كيف تغير شكله. بالتالي هنا unprocessed وهنا processed. بالنسبة للـ external indicator tape for hydrogen peroxide sterilization which is chemical sterilization low temperature sterilization، قبل عملية التعقيم كان بهذا الشكل وبعد عملية التعقيم صار processed بهذا الشكل. طيب as usual حسب المانيفاكتور انستركشن نقدر نعرف الكالوري تشينجينج للبروسيس والان بروسيس تيب. ننتقل الى تايب 2 اللي هو البايوديك تيست which is daily pre sterilization testing. قبل ما نبدا ندخل اي لود في الاسترلايزر من التيست اللي نسويها اللي هو البايوديك تيست. الان نتحدث عن البايوديك تيست. البايوديك تيست هو يختبر هل تم إزالة كل الأير بشكل سليم من التشامبر. تمام، طيب then هو is used to rapidly assess whether the dynamic air removal يعني هي الـ pre-vac cycle steam sterilizers probably remove air from the chamber. لأن as we said في الـ pre-vac cycle اللي هو الـ dynamic air removal هذه الطريقة من sterilization air is almost completely evacuated from the chamber قبل عملية إدخال الستيم على الشامبر، صح؟ وبالتالي كيف أقدر أختبر هذه النقطة عن طريق البايوديك تيست. النقطة الثانية test should be done every day، كل يوم نسوي هذا التيست للsterilization اللي بنستخدمها قبل ما نعمل أي عملية sterilization للbacked items. تمام، وأيضا during sterilizer qualification testing. النوع أو النقطة الثالثة the biodic test bag should be run in empty load أو empty chamber، تكون فاضية ما فيها أي backed items. طبعا بتكون before قبل ما نبدأ أي عملية sterilization نتأكد من خلال test، وهذا test هو أحد أنواعها، ونضعه place horizontally بشكل أفقي on the cart of or shelf اللي أو الراك اللي ندخلها في الاسترلايزر. أهم شيء ما نحطها مباشرة في الشامبر بدون تدخيل راك، لازم تكون على راك ولا شلف ولا كارت اللي تدخل في اللي نحط فيها الايتمز الباكت ايتمز نفسها. هذه ندخلها فاضية ما فيها أي ايتمز ولكن فيها البايوديك تيست. تمام، and بتكون موقعها طيب يكون over or near to the drain. الدرين اللي يكون في أسفل الشامبر لأنه النقطة اللي يخرج منها الأير، صحيح؟ في النقطة الرابعة if sterilizer doesn't pass، خلينا نقول مثلا does not pass هذا التست، وبالتالي في البايوديك تيست the personnel should determine whether the test should be retested. نقدر نسوي التست مرة ثانية نحدد أو نعمل call for service مثلا للإنجينير. إيش يعني passed؟ How to verify that the biodic test is passed or failed؟ أول ما ندخل التست البايوديك تيست
يكون في بي سي دي وتكون في هذه القطعة يكون بهذا اللون. لازم كل اللون طبعا حسب المانيفاكتشر انستركشن كل هذا اللون يتحول إلى اللون المختلف، مثلا هنا من الأصفر إلى الأزرق على سبيل المثال أو الأسود مثلا، لازم كل الأصفر يختلف تماما ويصير أسود، كذا أنا أقدر أحدد إذا هو باس ولا فيلد. على سبيل المثال إذا كان في شوف لسه في هنا لون أصفر، لسه في هنا لون أصفر، لسه في هنا لون أصفر بشكل معين أو هنا، هذا يعني فيلد، في مشكلة في الأير ريموفل لهذه الاسترلايزر. لازم كومبليتلي كل اللون يتغير من الأصفر إلى اللون الآخر الغامق. ننتقل الآن إلى الانترنال إنديكيتر، مثل هنا عندي الانتجريتر أو الانتجريتنج إنديكيتر تايب 5، أو هنا عندي تايب 4 اللي هو المالتي فاريبل إنديكيتر. بالنسبة لهم يكونوا في داخل الست أو في داخل الباكت آيتم. على سبيل المثال عندي ست نضع فيها حسب ما هو محدد، مثلا 2 or 1 of integrator، بعدين بعد كذا نغلقها إما بالرابنج إما بالباوج أو إما بالريجيد كونتينر، ويكون هذا الانتجريتر أو الانديكيتر بالداخل، بهذا السبب سموه internal indicator. طيب is an indicator strips and channels back capture sterilization or disinfection failure through immediate result. طبعا مين اللي يقدر يشوف بعد عملية التعقيم هل تم أو لا؟ اللي هم في البوينت اوف يوز اللي في مثلا غرف العمليات، لما يفتحون الست يشيكون هذا الانديكيتور اللي هو بالداخل الانترنال انديكيتور. لودينج كونفيجريشن، ترتيب اللود على الراك قبل ما يدخل في جهاز التعقيم خطوة جدا جدا مهمة حتى نتأكد من ان الستيم كونتاكت والاير ريموفل حصل لكل الباكت ايتمز اللي بتدخل داخل اللود. The sterilization must be probably loaded to adequate air circulation عشان air circulation مناسب و draining of the condensation. تمام؟ So في عندي basic procedures for loading the sterilizer including هذا الراك. تمام؟ هذا الراك. كيف أرتب داخله الباكت ايتمز؟ أولاً allow the proper steam penetration and avoid overloading. ما أحط كثير overloading، يعني أعب اللود مرة كثير أضغطه في بعضه ما يصلح أو ممكن يأثر لي في steam penetration. We have to avoid it علشان ما يأثر في جودة التعقيم. تمام؟ 2 solid containers which is the rigid containers، هذه solid containers must be positioned so air can exist and steam can enter. طيب يعني مثلا ما احط شيء فوقها، ما احط سنتين فوق بعض، لازم تكون بشكل مريح حيث اني اسمح لي الاير يخرج من الباكت ايتم من الريجيد كونتينر والستيم يقدر يدخل. تمام. النقطة اللي بعدها there should be visible space between bag. Visible space يعني مساحة أنا أقدر أشوفها between the bags to allow the steam circulation and the drying. مثل هنا بشكل واضح بين هذه الباكت آيتم وهذه الباكت آيتم في مساحة أو مسافة أنا أقدر أشوفها حتى أسمح للsteam circulation والdrying. النقطة التالية هي when combining load. إيش يعني combining load؟ يعني يحتوي هذا اللود عندي على بيل باوتش، يحتوي عندي على رابد ايتم، ويحتوي عندي على ريجيد كونتينر. في هذه الحالة الأثقل هو اللي يكون تحت. طيب أولا مثلا الريجيد كونتينر يكون دائما آخر شيء من الأسفل أو ما يكون فوق، ما نحطه فوق رابد ايتم. نحط في بالنا بيل باوتش. طيب وعلى هذا الأساس بنرتب دائما بيل باوتش، رابد ايتم، ريجيد كونتينر. طيب بيل باوتش اللي هو الأخف يكون بيبر بلاستيك، بعدين رابد ايتم، بعدين ريجيد كونتينر. ريجيد كونتينر شوفوا هنا فوق بعض، الرابد ايتم تحتها رابد أو الرابد ايتم تحتها ريجيد، بيل باوتش تحتها بيبر.
والرابنج عادي تحت الرابنج، البيل باوتش تحت البيل باوتش، تمام؟ دائما أحط هذا على هذا الأساس، رابد آيتم يكون هنا، الرابد آيتم ما يكون أبدا فوق البيل باوتش، بالنسبة للكونتينر ما يكون أبدا فوق الرابد آيتم. ليش؟ To prevent the condensation، لي حتى ما أقع في نقطة أنه يحصل عندي تكثف للبخار إلى سائل، وبالتالي بنقط على اللور باكس. يعني تخيل هذا الريجيد كونتينر رحت وحطيته على بيل باوتش، ممكن يحصل عندي كوندنسيشن أثناء تغير درجة الحرارة من درجة الحرارة العالية إلى المنخفضة، ويصير يقطر على البيل باوتش، وبالتالي يصير عندي ويت لود، وهذا الويت لود ما يكون ستيرل، وما أقدر أنتقل فيه إلى مرحلة تالية، لازم نرجع نسوي له ري بروسيس. النقطة اللي بعدها، bag must be not touch the chamber wall. انتبه وانا مدخلة اللود داخل الستيرلايزر ماشين او داخل التشامبر، ان ما يكون الايتمز هذه الباك ايتمز تلمس التشامبر او سطح التشامبر، طيب لازم تكون بعيدة عنها. النقطة الأخيرة، البيسن sets should stand on an angle. هذه البيسن طبعا هي بتكون راب، بس هنا أنا حطيناها كذا للتوضيح لكم، تكون بشكل مائل. ليش؟ لأن هنا مجوفة صح؟ فممكن يحصل مثلا condensation لو حطيناها بالعكس، وبالتالي لما تبرد يبرد الستيم بعد لما والفيبر لما ينتقل إلى درجة الحرارة المنخفضة بعد عملية التعقيم، ويصير في موية بالداخل. بالتالي الطريقة الأفضل أن نحطه بهذه الشكل للأسفل التجويف، ويكون أنجل يعني مائل، تمام؟ ننتقل الآن إلى الأنلودينج. بالنسبة إلى الأنلودينج، لما تكتمل عندي سايكل يصير سايكل كومبليت، الأوبريتور أو CSSD تكنيشن هو مسؤول أنه يعمل أنلودينج in the following manner. قسمتها أنا بهذا الشكل لأن كل خطوة بالتتالي جدا مهمة نقوم بها، ونتكلم في كل واحدة منهم على حدة، first, second, third، الأولى، الثانية، الثالثة. الخطوة الأولى هو crack the door open، الثانية pull the load out من داخل الشامبر عشان يصير لها أيضا cool down ونشيكها أيضا، أما بالخطوة الأخيرة unloading the items. الآن أول ما ينتهي اللود أو السايكل يصير completed، أول خطوة بسويها يعني أنا أفتح باب السيرلايزر ماشين، تمام؟ لكن في هنا نقطة جدا أساسية وتريك، إذا أنا ما سويتها ممكن كل اللي موجود أو الباكت آيتمز الموجودة على الراك داخل الشامبر نضطر نرجع نسوي لها البروسيس كاملا. طب كيف أتحاشى؟ أتبع الخطوات التالية حتى تبقى الباكت آيتمز كلها ستيرل وتنتقل إلى الستورج وتكون جاهزة للاستخدام على المريض، وما أضطر أسوي لها البروسيس. النقطة الأولى الأساسية المهمة هي شيء بسيط، أول شيء crack the door open. crack the door open يعني مثل كذا، هذا مثال عليه، شك الباب بس بشكل بسيط جدا، ما أفتح الباب كاملا بشكل واسع، لا بشكل بسيط. ليش؟ طيب to prevent wet bags. wet bags يعني الباكت آيتمز اللي تكون موجودة ممكن تصير wet. wet يعني مبللة. طب كيف تصير مبللة؟ أنا الآن ألاحظ أن انتهت المشين من اللود وصار السايكل كومبليت، درجة الحرارة في الستيم ستيرلايزر بتكون عالية جدا، فأول ما تنتهي السايكل بديهي أن تكون لسه درجة الحرارة عالية. طيب لما أفتح الباب بشكل واسع يصير في عندي درجة حرارة أيضا في الغرفة أو في الأريا هذه اللي هي أبرد بكثير من درجة مقارنة بدرجة الحرارة الموجودة داخل الشامبر، وبالتالي الهواء أو الفيبر اللي يكون موجود لسه في داخل الشامبر إيش يصير له؟ لما تنخفض درجة الحرارة يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، طيب اللي هي هذه العملية تسمى تكثف أو condensation.
هذه الحالة السائلة وين تروح؟ تروح على الباكت آيتمز ولا تروح على الراك نفسها؟ وبالتالي لما يكون أنا عندي ويت باكس ترفض، ما تعتبر ستيرل. يجب أن نعمل لها ريبروسس، كومبليت ريبروسس من البداية. الخطوة الثانية، أول ما أسوي كراك للدور، تشيك ذا بارامترز من البرنت أوت، مثل عندي الكوركت بارامترز اللي تكلمنا عنها هنا احنا في البرنت أوت، والساكل تايم، لود ديت، كلها نشيكها. وأيضا فيما بعد يجي عندي نتأكد أن البي آي تيست فايل النمبر حقها أو اللوت نمبر حقها match the lot number of the control file. تمام؟ طيب إلى متى بخلي الدور crack كذا؟ يعني كم المدة؟ المدة تعتمد على حسب الايتمز اللي داخل المشين حتى تبرد، وتقريبا تتعادل درجة حرارة الشامبر مع درجة حرارة الاريا في خارج المشين. طيب الآن تقريبا تعادلت درجة الحرارة ما بين الشامبر والاريا، الآن الخطوة الثانية اللي هي بل ذا لود اوت، اسحب الراك واطلع اللود خارج المشين او خارج الشامبر ونخليه تو كول داون. طيب الخطوة الأولى إذا unload the rack from the machine, pull the load out. إيش نسوي هنا؟ نسوي examine the load items in the load. طيب كيف نسوي examine؟ نشيك كذا بالنظر فقط، نشيك على كل اللود الموجود عندي بالنظر إذا كان في أي مشكلة. أي مشكلة يعني إيش؟ any visible signs of moisture، يعني إذا كان موجود عندي wet load مثلا مثل كذا، هذا ما هذه تعتبر unsterile. A wet bag is considered مثل ما قلنا unsterile ولا contaminated and must be completely reprocessed. هذا wet bag. مهم جدا كمان ان لما انا اسوي unloading للراك او الموجودة داخل المشين، ينبغي ان تكون في مكان فيه low traffic، لا وايضا ما يكون في مكيف أو مصدر يخرج منه هواء بارد موجه مباشرة أو بشكل قريب على اللود أو على الراك تبعي اللي توه خارج من الجهاز. طيب بعد إخراج الراك من الشامبر نخليه يبرد لبعض الوقت، إذا حسب الآيتمز اللي موجودة تقريبا إلى نصف ساعة، نصف ساعة للسمول سيتس والبيل باوتش. طيب أما بالنسبة للآيتمز اللي تكون ثقيلة مثل أورثوسيتس وما إلى ذلك تبقى مدة أطول طبعا حتى يصير لها كولينج داون تبرد، ولكن مهم جدا ننتبه أنها ما تبقى كولينج داون لساعتين أو أكثر. طبعا يعتمد وقت الكولينج داون على عدة عوامل، مثلا نوع الاسترلايزر المستخدم، تصميم الجهاز، الباكينج ايتم نفسه اللي يحصل لها تعقيم، درجة حرارة الغرفة، وايضا الرطوبة، لان الباكج ممكن يكون لسه باقي فيه ستيم فيبر. طيب ومن المهم ان خلال مرحلة الكولينج داون معرفة ان اذا تم لمس الباكج، طيب لما اروح والمس الباكج ايتمز البخار الموجود، صح قلنا لسه فيه بستيم بيبر ممكن يكون لسه فيه باقي، فالبخار الموجود ممكن يحتوي على مايكرو اورجانيزمز. انتقلت من وين؟ انتقلت من يدي انا لما المسها وهي لسه ما صار لها كولينج داون، تنتقل المايكرو اورجانيزمز من يدي على البيبر الموجود على الباكت ايتمز، وبالتالي يعمل كونتامينيشن للايتم ونضطر نسوي لها ريبروسس. طبعا هنا بالنسبة للمويستر أو الويت لود يجب معرفة أن في هذه النقطة يجب هذه علامة تدل على أن كل آيتم في هذا اللود يجب نشيك عليه، كل الآيتمز في ويت ولا ما في ويت، ولكن مرة أخرى ننتبه أن التشيك يكون بالنظر ما نلمس. It's still cooling down، لسه ما انتهى وقت الكولينج داون. طبعا هنا keep printed records of each cycle parameters، هذه الريكوردز مثل ما قلنا سابقا ريكورد كيبينج لكل خطوة من خطوات عملية التعقيم للتأكد من جودتها.
وهو السيرال ستورج اريا الذي يتم فيه تخزين الباكت ايتمز بعد عملية التعقيم وتكون جاهزة للاستخدام على البيشنت. نتعرف عليها الآن سويا. الآن أنا بسمي هذه منطقة A مثلا، هي المنطقة اللي أنا بسوي فيها اللودينج للباكت ايتمز بعد عملية التعقيم. بنقلها إلى نقطة B اللي هي الستورج اريا اللي في يكون فيها المواد المعقمة كلها، نحافظ عليها في الستورج اريا. كيف يتم عملية الانتقال هذه؟ تتم من خلال كيس كارت. طيب تتم خلال كيس كارت، معليش على الرسم بس احاول اوضح ايش هي الكيس كارت. هي هذه الكيس كارت لازم اثناء عملية النقل we have to follow a correct hand hygiene حتى نقلل من فرصة حدوث contamination أو contaminating items in the cart. طبعا وين الايتمز تكون موجودة؟ داخل هذه الكارت بعد ما طلعت من جهاز التعقيم. في هذه النقطة نسوي لها unloading وندخلها في هذا الكيس كارت، نغلقها ننقلها إلى نقطة B وبنقطة B وهي الستيرل ستورج، تمام؟ ونحاول نحافظ على الهاند هيجين. لا we have to follow it. Take care of it. خلال مسيرتي من A إلى B، من هذه المنطقة إلى منطقة الستورج، أنتبه أن ما يصير أترك الكاردز أن أتندد. يعني مثلا أنا هنا معها أدف الكيس كارت هذه، طيب ما يصلح أخليها في هذه النقطة وأروح مكان ثاني بعدين أرجع لها مرة ثانية، ما ينفع. لازم مباشرة، تماما مباشرة من نقطة ألف إلى نقطة باء بدون توقف، تمام؟ يعني بمسح بس هذا الكلام. حاولت أرسمها بشكل أفضل. الآن when deliveries are completed the sterile storage area، خلاص فرغت كل ما هو موجود عندي في الكيس كارت هذه في الستيرل ستورج اريا على الشلفز، bring your cart back again to the CSST أو bring the cart again to the CSST، تمام؟ بالنسبة للكيس كارت علشان أنا أعملها decontamination مثلا بعد ما أنقل فيها مواد يوصلني فيها مواد decontaminated إلى قسم CSST إلى decontam area to do reprocess for it reusable medical devices الموجودة داخلها، طبعا تصير contaminated صحيح. so الامتي كارد هذه تكون فاضية تماما، دخلها في أسوي لها processing في cart washer. cart washer يعمل لها cleaning و disinfection. في بعض المنشآت الصحية لا يوجد بها كارت واشر، نقدرون نسوون فيها manually cleaning and disinfectant if it's not available، طبعا تكون as per local policy. حتى أحافظ على sterile transportation اللي بيكون من نقطة A إلى نقطة B، طيب حتى أحافظ على الايتمز عندي sterile في نقاط معينة أتبعها. النقطة الأولى closed cart، ideally closed or at minimum covered to protect sterile items. أنا في عندي sterile items في داخل هذه الكارت، لازم أكون محافظة عليها، لازم تكون مغلقة أو covered عشان أحافظ عليها من أن يحصل لها ال contamination risk من خلال انتقالي في ال areas من مثلا في كريدورات المنشأة الصحية هذه. طيب the closed cart also reduce the chance of the items to falling out of the cart، ممكن تطيح الايتمز اذا ما كانت مسكرة الـ closed cart، صحيح؟ النقطة الثانية اللي هو correct size and weight، الكارت لازم تكون في حجم مناسب ويناسب ايضا الشفز اللي تكون موجودة فيه او الرفوف اللي تكون فيه تحمل الايتمز بشكل سليم حيث انها ما تطيح على بعض، وأيضا ما تكون مرصوصة الأغراض أو الباكت آيتمز داخل الكيس كارت فوق بعض مرصوصة ومضغوطة. طيب انتبه من هذه النقطة. بالنسبة للكيس كارت أيضا the cart needs to be cleaned effectively before returning to the used NCSST،
في الكارت واشر أو مانيولي مثل ما قلنا في الشريحة السابقة، وتكون أيضا مناسبة لأن تدخل في الكارت واشر المتوفرة عندي في القسم، حتى أو أن مثلا في لها مكان مناسب عشان يصير لها مانيولي كلينينج أو تنظيف يدوي مناسب and disinfection. بالنسبة للخطوة الأخيرة أو النقطة الأخيرة اللي هي servicing، طبعا الكيس كارز هذه اللي نسوي فيها transportation تكون مبنية من مواد، هذه المواد تستطيع أن تتحمل الديلي يوز بالنسبة للدورز والشيلفز الويلز اللي هي الكفرات تبع الكيس كارد، كلها must be maintained، لازم أنا أراقبها وأشيك عليها دائما حتى تكون آمنة للاستخدام أثناء عملية التنقل. بالنسبة للهاندلينج أو التنقل، أحاول أقل القدر المستطاع من أني أنا أنقل الآيتم أو الستيرل آيتم من مكان إلى آخر، علشان الهاندلينج هذا أمسكها من مكان إلى آخر قد يؤثر لي في الستيريليتي للباك آيتمز أو الستيرل باك آيتم. بالنسبة للكيس كارت أختار الحجم المناسب للترانسبورت كارت اللي أنا بسويه اللي بستخدمها في قسم التعقيم الطبي، وأيضا تكون متناسبة مع الكارت واشر مثلا اللي بتم استخدامها، تكون متناسبة مع بشكل صحيح مع كل العملية اللي أنا بأديها. بالنسبة لنقل الباكت آيتمز، I can bring any required documentation عشان أسجل في كل الآيتمز اللي سويت لها delivery. أيضا we will prefer perform hand hygiene. الهاند هايجين يكون مرتين، أثناء ما أنا أعبي في الترانسبورت كارت الباكت آيتمز بعد الاستيرلايزيشن، طيب هنا قبل ما أبدأ بنقل الباكت آيتمز من الراك على الاستيرلايزيشن راك إلى الترانسبورت كارت أسوي هايجين قبل، وأيضا قبل كلها قبل أن أبدأ أفضي أو أفرغ الترانسبورت كارت من الستيرل آيتمز إلى الشيلفز في الستيرج أريا، كمان قبلها أسوي هاند هايجين. تمام، النقطة اللي بعدها قبل عملية الترانسفيرينج آيتمز، أحاول أقرب الترانسبورت كارت قدر المستطاع من المكان اللي فيه الباكت آيتمز أو الستيرل باكت آيتمز هذه، حتى أقلل من فرصة أو حدوث خطورة مثلا أنه يكون في يسقط مني هذا الباكت آيتمز على الأرض أو ما إلى ذلك، عشان لا أنا أذي نفسي ولا كمان أضطر أني أسوي ريبروسس لكل العملية. أيضا place the heavier items من هذا المنطلق اللي هي الأثقل، الايتمز الاثقل احطها اما بالميدل شلف اللي هو المنتصف او باللور شلف اللي هو بالاسفل، ايضا هنا لنفس السبب او كمان عشان صحة السي اس اس اي تكنيشن، وايضا علشان اقلل من فرصة سقوطه، يعني نتخيل ان مثلا هيفي ايتمز كان موجود على الهاير شلف ممكن ان لما نجي نحاول النزلة نضع نفسنا في نقطة خطورة ممكن يتأثر فيها الستيريليتي، ويتأثر فيها الستيريليتي أكيد لما تسقط في الأرض، وأيضا ممكن يؤثر على الانسترومنت، والأهم الأهم هو نفس الـ CSD technician ممكن يتأذى. Sterile Storage Area، وجود Sterile Storage Area لقسم التعقيم الطبي هو متطلب أساسي ومهم يتم تخزين فيه الأدوات المعقمة، حيث أنه يتم الاحتفاظ بالreusable medical devices المعقمة في باك في منطقة اللي هو المخازن للمواد المعقمة حتى الظروف البيئية بها تكون محددة، ويتم مراقبتها بشكل دوري للمحافظة على sterile items وعلى جودتها، وتكون آمنة في بعد ذلك الاستخدام على المريض. طيب الظروف اللي ممكن يتم مراقبتها مثل التمبرتشر، الهيوميديتي اللي هو الرطوبة، وأيضا الاير بريشر. يوجد في مخزن المواد المعقمة رفوف قابلة هذه الرفوف للغسل، وأطرافها تكون دائرية غير حادة. تخيل مثلا أنا هذه الراب آيتم حطيتها
في على رف، وكان هذا الرف سوي تحدى، ايش ممكن يحصل؟ ممكن انه مثلا يشقل لي الرابنج ماتيريال، ياثر عليها، وبالتالي اكيد بياثر على الستيريليتي، وبالتالي اتس نوت ستيريل اني مور، لازم ترجع الى القسم التعقيم الطبي تو دو ريبروسس. وبالتالي الديزاين حق هذه الشيلفز او الرفوف مصنوعه بشكل دائري، راوند ايدجز، الاطراف حقتها راوند دائريه، تو افويد دامج اوف ذا باكجينج ماتيريال. بالنسبة للنقطة الأخيرة، يوجد أيضا ترانسبورت كارد لنقل الأدوات المعقمة والحفاظ على جودتها أثناء نقلها اللي ذكرناها قبل قليل أثناء عملية الترانسبورتيشن. The requirements for safe sterile storage، يوجد متطلبات للحصول على safe sterile storage area. أولا، كما تعرفنا أن الستيريل ستورج هو مخزن الأدوات المعقمة والتي تكون جاهزة للاستخدام على المريض. نضع بعين الاعتبار أنه طالما هي ستيريل ايتمز، وبالتالي يمكن أن يحصل لها كونتامينيشن أو تتلوث بشكل سهل، وبالتالي تؤخذ احتياطات وشروط لهذه المنطقة حتى نبقى متأكدين من أن الايتمز كلها ستيريل وآمنة للاستخدام على البيشنت. حتى وإن كان هذه الايتمز أو الستيريل ايتمز في عليها باكجينج، يعني مثلاً ريجيد كونتينر، بيل باوتش، رابنج ماتيريال، مع ذلك يجب المحافظة عليها حتى وإن كان هذا الباكجينج ماتيريال عليها، تبقى لسه معرضة للكونتامينيشن، ويجب حمايتها من وقوع حادث قد يجعل منها غير معقمة أو ما تسمى بالأنستيرل. طيب كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق توفير بيئة آمنة ومناسبة، ويمارس بها بشكل مستمر ما يسمى بالGood Handling Protocol للتعامل مع الستيرل آيتمز. نشاط الموظفين اللي في الستيرل ستورج اريا، وايضا الظروف الموجوده مثل التمبرتشر هيوميديتي والاير بريشر، كلها تؤثر على الايتم ستيريليتي. يعني نتعامل مع مثلا المنزل، اذا ما كانت الاغراض محميه بشكل سليم وصحيح ممكن تخرب، ممكن يحصل لها مشاكل كثيره. بالواقع خطوه الستيرل ستورج اريا من اين تبدا؟ تبدا من خطوة فتح باب جهاز التعقيم، من هنا نبدأ في مرحلة الستيريل ستورج اريا إلى أن نضعها على الشلف. طيب بعد نهاية السايكل تبدأ عملية الستيريل ستورج، أو أيضا من خطوة استلام إمدادات من أو سبلايز أخرى. مثل ما قلنا، حماية هذه الأدوات من التلوث تبدأ من الاهتمام في بيئة المنطقة ومكانها والنشاط الذي يتم بها. الهيوميديتي تكون ما بين 30 إلى 60%، بالنسبة للتمبرتشر تكون من 20 إلى 23 درجة مئوية. هذه التمبرتشر عند الهيوميديتي كنترول، يعني يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة ما بين 20 إلى 23، والهيوميديتي من 30 إلى 60%. حيث أن لما الهيوميديتي مثلا أنا أعطتني هذا الأفرج من 30 إلى 60%، إذا قلت عن 30%، طيب ما إيش اللي ممكن يحصل؟ ممكن تقلل لي من كفاءة البارير للباكجينج ماتيريال، وايل إكسس هيوميديتي اللي هي أكثر من 60% وأكثر من 20 إلى 23 درجة مئوية، ممكن تسمح لحصول moisture to condense on packages، اللي هو تحصل عملية condensation، وجود الرطوبة. إذا لا تزيد عن 20 إلى 23، ولا تبعد أيضا عن هذا الرينج، لا تزيد أو لا تقل. فأيضا بالنسبة من 30 إلى 60%، إذا قلت وإذا زادت في مشكلة تحصل، يجب أن تكون دائما we control it to be in this range. طيب النقطة الثانية positive air pressure to prevent cross contamination. This room must be maintained under positive air pressure to keep contaminants out. Positive air pressure يعني لما يفتح باب الغرفة يدفع الهواء إلى الخارج، ما في هواء يدخل من خارج الستورج إلى الداخل، لهذه الدرجة في حفاظ على الظروف البيئية للستيريل ستورج أريا.
وأيضا كل أريا موجودة في قسم التعقيم الطبي. بالنسبة للسترل ستوريج أريا positive air pressure. positive air pressure يعني ما في هواء بيدخل من خارج الغرفة إلى الداخل أو من خارج الستوريج إلى الداخل، لا الهواء يخرج إلى الخارج. حتى ممكن إذا ممكن إحنا بطريقة معينة نقدر نعرف إذا positive or negative هذه الغرفة الستيرل ستورج هذه، بس طريقة بدائية يعني هي مو أكيدة نقدر نعتمد عليها في المونيترينج، بس عشان نقدر نتخيل كيف الموضوع لو نحط منديل ونفتح مثلا باب الستيرل ستورج في هواء بيدفع المنديل هذا لأنه خفيف إلى خارج الغرفة ما يدخل إلى داخل الغرفة. هذا أحد الأمور بس عشان نظريا نتأكد فقط أو نقدر نستوعب فيها كيف يعني positive air pressure، وليس maintaining إن نتأكد عن طريق المنديل كل يوم، لا في سيستم معين نقدر نتأكد من خلاله. هذا فقط عشان نقدر نستوعب إيش فكرة positive air pressure. النقطة اللي بعدها اللي هي lightning، be adequate lightning or adequate lightning to ensure items can be easily identified for use. في عندي الإضاءة اللي تسمح لي بأن كل شيء يكون حولي واضح وما أعرض الأيتمز والتكنيشن للخطر. النقطة الأخيرة هنا shelves transport carts and workstations must be كلها تكون washables قابلة للغسل designed to avoid damage to the packaging material، مع على سبيل المثال تكون round edges فيها and allow for items to be stored without excess stacking، يعني فيها مساحات ومسافات بدون ما يصير في عندي stacking زايد على بعض للباك items. stacking يعني مترصين بزيادة مع بعض وجنب بعض وفوق بعض، هذا الوضع ما يصلح. لازم تكون shelves مصممة حيث تكون ما في excess stacking. نقاط أخرى يجب أخذها أيضا بعين الاعتبار عندي correct handling بالنسبة للباكجينج أو الباك آيتمز، ما نسوي لها drag or push، ما نسحبها أو ندفعها لما نسوي لها handling ننقلها من الكيس كارت أو من الترانسبورت كارت إلى الشيلف، ما ندفها أو نسحبها عكس السيرفس عشان ما نسبب احتكاك، وهذا الاحتكاك سوف يؤدي إلى damage للباكجينج ايتمز اند وبالتالي والكمبرومايز للستيريليتي، ونضطر من بعدها نسوي ريبروسس للباكد ايتم هذا. طيب النوع الثاني كوركت شيلفينج. الكوركت شيلفينج لازم يكون بالشكل والتصميم الصحيح to hold items safely حتى تكون عليه الايتمز بشكل امن، وايديالي بشكل هذا من أحد الشروط المثالية أن يكون التوب والباتم شيلفز يكونوا solid or covered to reduce prevent the dust accumulation عشان ما يتجمع عليه غبار ويدخل إلى الداخل. بالنسبة للأسفل الشلف الأسفل وإلى الرف الأعلى كمان يفضل أنها تكون solid، يعني ما تكون مفتحة مثل ما هو واضح هنا عندنا من تحت، ما تكون فتحة ويفضل أنها تكون سوليد قطعة واحدة عشان الغبار. بالنسبة للوالز بعد الشيلفز هذه عن الجدار اللي هو الوال must be اللي هو الباكس هذه must be at least 5 centimeters from the wall and windows to reduce condensation risk. تكون الباكس هذه بعيدة عن الجدران في 5 سنتيمتر. طيب وأيضا الشبابيك. بالنسبة للفلورز هنا الباكس should be kept at least بعيدة عن الأرض من 25 إلى 30 سنتيمتر فوق سطح الأرض علشان يمنع يعني يحافظ عليها من أن يحصل لها contamination من الأرض وأدوات النظافة اللي ممكن نطفون فيها الأرض أو الانزلاق فيه أو الانزلاق اللي ممكن يحدث وما إلى ذلك، وأيضا حتى اللمس، وبالتالي يكون من 25 إلى 30 سنتيمتر. بالنسبة للسيلينج، السيلينج اللي هو السقف من الأعلى
إذا الآن تكلمنا عن الجدران الوال، وتكلمنا عن الفلورز اللي هو الأرض، إيش المسافات اللي تكون مطلوبة. الآن نتكلم عن مسافتها عن السقوف. There should be at least 45 سنتيمتر between the highest back، الباك اللي ممكن توضع هنا على الرف الأعلى، والسقف يجب أن يكون بينهم مسافة 45 سنتيمتر على الأقل. And ceiling of the or and the ceiling or fire sprinklers head اللي هي تبع الحريق، اللي هي رشاشات الحريق، يكون بعيدة عنها أو عن السيلينج على الأقل 45 سنتيمتر. يوجد نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار considerations، مثلا removing items from a shelf. طريقة removing the item from a shelf بالطريقة الصحيحة هي نشرحها الآن بشكل سريع وبسيط ونفهمها إن شاء الله. أول نقطة، lift the front of the package underneath with one hand اللي هي يد واحدة، برفع فيها الباكج من الأمام. بعد كذا عندي الهاند الثانية، الآن إيش بسوي فيها؟ place the other hand midway under the package، أحطها في تحت الباكج في المكان المنتصف. then lift the whole item free from the shelf، بهالحالة يكون عندي يد بالنص ويد أو lift free the item from the shelf. هذه هي الطريقة الآمنة السليمة اللي بحافظ فيها على سلامة الباكج عندما أسوي لها removing from the shelf. It's considered event إذا كان الهاندلينج للباكجينج زاد أو قل. بالتالي مثل ما ذكرناها قبل مرتين، we have to minimize the handling. Minimal handling as much as we can، أقل ما يمكن. Food or drinks never consume, store or transport food or drinks even through a sterile supply room. ما ندخل أكل وشرب داخل sterile supply room أبدا نهائيا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي تسمى بالcorrugated boxes اللي هي هذه صناديق الكرتونية. صناديق الكرتونية تسبب مشاكل كثيرة ولا يفضل أو لا يسمح باستخدامها أصلاً في الستيرل ستورج أو في قسم التعقيم. ممكن تأوي إلى الرطوبة، تسبب عفن، تسبب عفن فطري، وجود حشرات، وأيضاً وجود contaminating microorganisms. وبالتالي do not use هذه الباكسز الكرتونية. Don't force or stack on shelves. لما أضع الـ items أو الـ sterile items على الشلفز، ما أضغطها وأرصها فوق بعض وأميلها بهذا الشكل. ليش؟ لأن it can force contaminated air inside الـ backed item هذه، بالتالي يمكن تسوي rupture وتسبب مشاكل، ممكن تأثر في sterility، أو كمان ممكن يعني يصير صعب تحديدها وفرصة أنها ممكن تسقط وما إلى ذلك تكون عالية. وبالتالي don't force or stack on shelves. لنفترض أني أنا في sterile storage area وصار في drop down لأحد sterile items أو backed items sterile في الأرض. ما هو التصرف الصحيح؟ هل أشيلها من الأرض وأشيكها إذا ما فيها شيء، وإذا ما فيها شيء أرجعها وأحطها على الشلف، أو أني أرجعها دايركتلي أو مباشرة إلى قسم التعقيم الطبي وتعتبر contaminated خلاص؟ طبعاً التصرف الصحيح، ننتبه هنا، ما أرجعها على الشلف. ربما يكون في أتربة، في يكون dust، microorganism، في خطأ أو دامج أنا ما قدرت أشوفه بعين مجردة. ما ترجع أبداً الآيتم لما يصير له دروب داون على الشلف. حتى الشلف ممكن يسوي له تلوث، وأي باكت آيتم ممكن نحط على الشلف بعده يتلوث. فهنا لازم باكت آيتم طاح في الأرض دروب داون على طول دايركتلي ري بروسس، ما يجلس في الستيرلايزيشن أريا على الشلف. تمام؟
النقطة الثانية sunlight. Sunlight items ينبغي أن لا تكون معرضة بشكل مباشر إلى ضوء الشمس، ويفضل أيضا أن تكون ليست قريبة من الشبابيك مثل كذا، هذا لا يفضل. طيب shouldn't be exposed بهذه الطريقة. النقطة اللي بعدها moisture اللي هو رطوبة. Packages must not be stored near or under sinks، يعني تحت مغسلة، عند مواسير، أو الله يكرمكم يعني الصرف الصحي، drains or other البلوعات، or other items that could expose sets to the moisture. ما يفضل أبدا أن يكون قريبة من أي مصدر ممكن يسبب لها رطوبة. Ball pens. Ball pens only validated markers فقط هي التي نستخدمها for writing on the packages as ink from pens may seep in the packages and also physically damage the surface. تالي أنا ما أبغى يصير سيب أو يتسرب هذا الحبر إلى داخل الباكج آيتم أو الباكت آيتم. أنا أحتاج أني فقط أستخدم ماركرز، وهذه الماركرز تكون validated ومناسبة للاستخدام. تمام. النقطة اللي بعدها اللي هو الربر باندز. ربر باندز اللي هي المطاطات. Forced or compressed packages so should never be used for sterile items. ما مثلا استخدم هذه المطاطات في مثلا تجميع مجموعة من الايتمز مع بعض او ما الى ذلك ابدا. لا، ما اضغطها او يعني اجمعها في ربر باند، هذه ما استخدمها ابدا. Sterility shelf life، الى متى الباكت ايتمز اللي تكون موجوده على الشلف تبقى ستيرل او لا؟ The item will remain safe for use in more event related than time related. مثلا المواد الغذائيه صح فيها تاريخ انتهاء expiry date، هذا يسمى time related. نقدر ناكل هذه المادة الغذائية مثلا إلى أن تنتهي تاريخها أو تاريخ انتهاء هاي يوصل، بالتالي ما عاد نقدر ناكلها. بالنسبة لهنا في event related ما في تاريخ انتهاء، اللي ممكن يأثر على السترينتي حقتها وإذا حصل حدث معين وهذا الحدث أثر على أن يبقى الايتم هذا ستيرل أو لا. مثلا دخول غبار مثلا في الستيرل ستورج، هذا event، وهذا الغبار وصل على كل الباك ايتمز الستيرل هذه، لم بالتالي لا تعتبر ستيرل anymore، وهلم جر من أمثلة أخرى. The actual sterility may be identified depending on the packaged material نفسها، the item itself and handling and storage. Some manufactured items have label. طيب يذكر فيه ان ال sterility will guaranteed تبقى الباكج هذا ستيرل unless package is punctured or broken، حصل له حدث معين وبالتالي يتأثر لا يعد ستيرل، يعتبر unsterile، يحتاج نعمل له reprocess. This labeling claim identified shelf life under the condition of a proper handling and storage. FIFO أو FIFO which is هو اختصار لي first in first out، يدخل أول يطلع أول. للمواد الـ reusable medical devices اللي موجودة في قسم التعقيم عدد محدد، وهي تعتمد على method الـ first in first out. لماذا؟ To ensure that the items are used on a rotational basis. مو مثلا يتم التركيز على استخدام item واحد، لا، يتوزع التركيز في استخدام كل الايتمز اللي موجودة عندنا بشكل متناوب. Recall يعني استدعاء أو استرداد. يوجد دائما احتمالية possibility أنه يصير في release لبعض الايتمز بعدين نكتشف أنه لا، it's supposed to be rejected، ما مرفوضة، ما هي sterile أو not processed، بالتالي نحتاج نرجعها
مرة أخرى. طب إيش الأسباب اللي ممكن تخلينا نسوي recall للإنسترومنتس هذه أو الأيتمز؟ let's say some reasons for this include أول نقطة biological indicator أو chemical indicator was not used or didn't pass، ما استخدمناها ولا صار لها باس، هنا recall على طول. النقطة الثانية أو السبب الآخر المحتمل و decontamination was not correctly completed، بعد ما سوينا ريليس اكتشفوا انه والله هذا الشخص سواها بطريقة خاطئة وبالتالي يسوي ريكول يرجعوها مرة ثانية عشان يسوون لها حسب المانيفاكتشر انستركشن it will be it was correctly or not. النقطة الثالثة او الريزن الثالث مانيفاكتشر recalled a defective item، في خطأ مثلا من المانيفاكتشر انستركشن نفسه من المصنع فقال لنا رجعوا هذا الايتم، في خطأ ما يصلح أو ما يكون سيف أو whatever سببهم، ولكن سووا له ريكول، هذا أحد الأسباب. When any of these things occur, your facility should have a procedure for recall that includes a minimum notifying all users. في إجراءات محددة تتخذها الفاسيلتي أو المنشأة الصحية عند حدوث مثل هذه الأمور وتبلغ كل اللي يستخدم هذا الايتم. Impacted and decontaminating all actions in an adverse occurrence report، اللي هو تقرير لأن حدث في عندي recall أو طريقة عكسية للبروسيس المعتادة، لازم نسوي أو يرفع ريبورت. تمام. CSSD Electronic Tracking System. Electronic Tracking System إيش يعني؟ يعني نظام تتبع إلكتروني في قسم التعقيم الطبي. ممكن هذا التعقيم يعطيني document، طيب هذا الدوكيمنت لأنه هو documentation system electronic documentation system، نقدر نعرض هذا الدوكيمنت على الأديتور أو المقيم اللي يجي عندي في القسم، يكون فيه بيانات واضحة ودقيقة. بالنسبة للنقطة الثانية تقول أن من المهم أن نعمل اختبار لهذا النظام أو لهذا السيستم داخليا في القسم عشان نعرف كيف نوصل لهذه السجلات، وعلى الأقل أيضا السيستم ريكورد كحد أدنى يسجل جميع العناصر المتداولة اللي هي in circulation including ash including surgical instruments trays and contains information on the trays also و printing of the tray list for assembly، كل هذه المعلومات ممكن تكون موجودة. طب كيف أقدر أقارن بين كل surgical instruments بين كل التريز اللي موجودة عندي؟ all devices must be uniquely marked، كل واحدة تتحدد كأنها fingerprint، كأنها بصمة لكل ست أو لكل تري لكل surgical instruments ممكن يكون موجودة بطرق متعددة to allow scanning. كيف نقدر نسوي scanning مثل هذه الباركودز؟ This may be achieved by using several different options including barcodes مثل الموضحة or matrix marks ولا ليزر إتشينج. ولله الحمد تم الانتهاء من هذا العرض المختصر عن الاسترلايزيشن واسترال ستورج. لكم خالص الشكر والتقدير لاستماعكم، أرجو أنه كان عرضا واضحا مختصرا. أود فقط التذكير بالنهاية بأن عملنا عظيم ونبذل فيه جهود كبيرة، عملنا إنساني يؤثر بشكل مباشر على العاملين في المنشأة الصحية اللي نعمل فيها، على البيشنت اللي هم المرضى. دائما يقولون يعني لا سمح الله، ولكن دائما يقال تخيل أن الشخص الذي سوف يستخدمون عليه هذا الآيتم سيكون شخص عزيز، شخص تحبه، يكون أحد أفراد العائلة، يكون صديق صديقة أو أنت لا سمح الله، وبالتالي العمل عليها سيكون من القلب. دائما نعمل بجودة عالية ونسبة خطأ 0% حتى نصل إلى النتيجة المرجوة. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. معكم آلاء سكير.